اهلا بيكم في حلقه من حلقات ستايل باي مارو. النهارده هنكمل موضوع حلقتنا الاخيره اللي هي ازاي نلبس ويبقى شكلنا رفيع. اول حاجه ان احنا ما نلبس لبس بالظبط على قدنا، ممكن يبقى اوسع سنه، هيدي الالوجن ان انت ارفع من السايز ده فبيبقى شكلك حلو. في حاجه بقى اسمها ستراكتشرد اوت وير. ايه ده؟ اللبس ده بيبقى اوريدي متجسم من غير ما تلبسيه، فانت بس تحطيه على جسمك بيبقى شكلك اوريدي متجسم زي الدرس اللي او واتيفر اللي انت لابساه زي الصوره دي. حاجه تانية، نبعد عن سكيني جينز. سكيني جينز لو انت مليانه هيبين دفوهات، بس احنا نروح بقى للايه، للفلات جينز، للجينز اللي واسع من تحت زي الصوره دي. زي الصوره دي البوينتد شوز بتدي منظر شيك جدا، وبيعمل بتعمل ايلونجيت للرجل فبيخلي شكلك مور اليجنت وفي نفس الوقت رجلك رفيعه. ولما تيجي تلبسي بنطلون، تلبسي البنطلون ما يبقاش فوق الجزمه، لان كل ما البنطلون بيطول كل ما بيديكي طول ورفع زي الصوره دي. وبكده في الحلقه دي وفي الحلقه اللي فاتت يبقى احنا لمينا موست اوف الحاجات اللي انت تقدري تلبسيها ويبقى شكلك ارفع. اشوفكم الحلقه الجايه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.